إذا إن هذا من الشيطان، الشيطان شغال فينا. ما هو سايبنا بحال؟ نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بدنا نعطي درس بيطلع لك 100 شغلة عشان ما أعطي الدرس، وبيطلع لكم أنتوا 50 شغلة عشان إيه؟ ما تحضرش الدرس. وإذا حضرت الدرس برضو بيطلع لك يا بتشوش علينا أو إنك أنت بيشتغل فينا، ما بيسيب حتى بتعين الدرس بشغلوك. شيطان شغال ما بيسيبنا بحالنا، أو بيخليك قاعد هيك بس بتهز براسك حتى ما تنتبه للدرس أبدا. ما بيسيبنا بحالنا، ما بتركنا بحال، أو بخليك ما تجيبش كتاب، أو تنسى الكتاب في الدار، أو ما تنتبهش، أو تبلش تثواب لي وشغال ما بيأسش. قل لك إذا ما منعته على الأقل بخلي ما يفهمش، أو يفهم بالشقلوب زي قبل شوي الأخ شفته شو حكى، وهكذا يعني شغال شغال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا يذكرنا بهؤلاء وهم غلاة التجريح، أنهم أهل ديانة وأهل استقامة فيما نحسبهم ولا نزكيهم على الله، لكن المشكلة الكبرى عندهم هي الجهل، وخصوصا في علم أصول الفقه. فتجد الواحد منهم يجعل صورة خيالية أمامه، يتخيل ويبدأ الرد عليه وهذا الشخص المردود عليه ليس موجودا. مثال ذلك ما حدث مع شيخنا علي الحلبي رحمة الله عليه. قالوا له أنت تقول بوحدة الأديان، قال يا جماعة أنا لم يخطر في بالي أني أقول بوحدة الأديان. قالوا إذن أنت مبتدئ، قال الذي يقول بوحدة الأديان كافر، مش مبتدع، كافر. أنا أمنع وأحرب وحدة الأديان. فقالوا لا، لابد أن نرد عليك. بقولكم لا أقول، لا أقول بوحدة الأديان، وإنما أنا أقول إن الدين عند الله هو الإسلام. فيبدأوا يتخيلوا، قالوا لازم قولك يا أخي. المشكلة عندهم لا يدرسون أصول الفقه، وخصوصا موضوع الدلالات. فعندنا عبارة نص عند الأصوليين، وعندنا ما يسمى بدلالة الإشارة. وباتفاق الأصوليين واتفاق الأئمة الأربعة وباتفاق المدرسة الكلامية ومدرسة الفقهاء والتي جمعت بين الطريقتين والطرق الأخرى، أن دلالة عبارة النص مقدمة على دلالة الإشارة أو الموافقة أو المخالفة. فكيف تقدم دلالات من عند نفسك على عبارة النص يقول لك لا أقول بوحدة الأديان وتقول يلزم من قولك؟ هذا أنت رجل صاحب دين ونحسبك ولا نزكيك على الله، لكن المشكلة معك أنك إيش؟ جاهل، لا تتعلم أصول الفقه، فترسم خيالا أمامك. لابد أن تعظم الصحابة. يا أخي ما أنا بعظم الصحابة رضوان الله عليهم. الرد علي لابد أن تعظم الله. يا رجل ما احنا نعظم الله؟ يجعل خيالا أمامه. لابد أن تعظم السنة. يا رجل نحن نعظم السنة. لابد أن ترد على الرافضة. ما احنا نرد على الرافضة، مش فاهمين عليك. فيجعل شخصا ايش؟ خياليا أمامه، ثم يبدأ يرد عليه، وهذا الخيالي يسميه. هذا ينطبق على مين؟ على علي الحلبي. يا أخي لا ينطبق على علي الحلبي ولا على علي جمعة، وش دار على مين بينطبق؟ انت مخربط شكلك. قال لا طب ما انطبقش على الحلبي، بدنا ندور على واحد ثاني. تعال تعال ينطبق على فل. مشكلتك في انزال الكلام على من تنزل يا أخي، أنت خيالي. فمشكلة غلاة التجريح عندهم خيال واسع يرافقه جهل، وخصوصا
في أصول الفقه، وخصوصا في أصول الفقه موضوع الدلالات عند الأصوليين. لذا أنا شخصيا صرت مدرس الدلالات بجوز 3-4 مرات، وشيخنا مشهور حسن حفظه الله بجوز درسها 5-6 مرات، والناس بتقول يا شيخ مشهور شوف لك موضوع آخر، قال لا لسه الناس بدها كمان بدها درسه المرة السادسة، وشكلي أنا بدها درسه كمان 4-5 مرات. بسبب مين؟ مش فاهمين علينا، خيال. فبالتالي يأتون تعال تنسقط هذا الخيال على عالم آخر، ما زبطش على الحلبي، ندور دور 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 دور، هذا ينطبق على العالم الآخر أسقطه. يا أخي ما بنطبق، طب خلينا ندور على غيره، ما بنفع. أنتوا جماعة أهل ديانة وأهل استقامة فيما نحسبكم ولنزكيكم على الله، كيف يتلاعب بكم الشيطان ويجعلكم تنزلوا هذه الأشياء وتسقطوا غير واحد من طلبة العلم وأهل العلم؟ إذن الشيطان يفرح بكم. فندعوكم إلى أن تتفقهوا في الدين، ندعوكم إلى أن تدرسوا أصول الفقه، ندعوكم أن تتعلموا علم أصول الفقه وخصوصا علم الدلالات، ثم تجثوا بالركب بين يدي العلماء، واجهوهم، اعتزلوا هذه المحاربة عن بعد، من أردتم أن تنصحوه فواجهوه، وهكذا. فهذه كلمة لم تكن بالحسبان، جاءت عفو الخاطر، فيها نصيحة لهؤلاء القوم الذين هم من غلاة التجريح. وحقيقة الأسئلة كثرت عن غلاة التجريح، فنحتاج أن نجعل مجالس قواعد في ضبط التجريح حتى لا نقع في الغلو. ولا حول ولا قوة إلا بالله.